بعد الثانوية يا شيخ انتقلت؟ أيوة بعد الثانوية حصل الانتقال على كل حال بعد الثانوية. نعم. إلى هذا الشيخ. في مالي. في مالي. في بتوجيه. بتوجيه لإيش؟ من هذا الشيخ الذي كنت في مدرسته. نعم. نعم. رأيت؟ نعم. فلما أخبر، فلما حثني وشجعني ورغبني هذا الشيخ في في اللقاء أو في الالتحاق بهذا الشيخ في مالي، أنا أخبرت والدي. نعم. قلت أنا أرغب في السفر. نعم. فقال ترغب في السفر؟ قلت نعم. فبينت له كيف حصل هذا، فقال خلاص أنا أعد لك ما تحتاج إليه. ما شاء الله. وكان لا يتقاصر. نعم. فكان صاحب غنى في ذلك الوقت حسب الحال هنالك، فجهزني وسافرت. ما شاء الله. إلى مالي. إلى هذا الشيخ واسمه أبو بكر دمبواقي. 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 واقي. هو يحاكي اسمه دمبواقي. اسمه أبو بكر عثمان دمبواقي. دمب هذا لقب أيضا بمعنى صاحب علم أو كذا بلغة محلية هنالك. لعله باللغة الفلانيين كما يقال. لغة الفلانيين. وواقي هذا نصبه أو اسم قبيلته. ككوني لنا فهو واقي اسم قبيلتي أو لقب قبيلتي. رأيت؟ ما شاء الله. فهذا إلى مالي وصلت الآن. إلى أخوالي. إلى أخوالي. بلدي أخوالي. إيه ما شاء الله. كيف كان شيخ؟ جوا؟ أيوة. برا لا جوا. حتى برا نريد تفصيله، لأن حتى البر برا في أفريقيا. في أفريقيا. أصعب وأصعب. كيف حيكون شيخنا برا بيش؟ نعم. كيف كانت الوسيلة؟ إلى يومنا هذا يا شيخ أصعب. نعم جربته. أنا حبست في الطريق بين بوبو والعاصمة يا شيخ. الله المستعان. كيف الوسيلة أيامها شيخنا؟ هل هي حافلة أو؟ لا هي سيارة. سيارة من النوع القديم. لكن الأقدام ممكن أحسن من السيارة، الله أعلم أحيانا. هذا أيضا متعب. نعم. لكن سافرت بسيارة هكذا والحمد لله. وعند سفري مررت بمدن وقرى قبل أن أصل إلى تلك المدينة التي فيها هذا الشيخ. نعم. 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 رأيت؟ نعم. ووقفت في بعض توقفت في بعض هذه المدن أو بعض هذه القرى ثم انتقلت. ما حصل لك شيء شيخنا ملفت هناك في الطريق شيء؟ إيش إيش؟ يعني شيء ملفت استوقفك تتذكر أو ما يعني تتذكر شيء ولا؟ ولا أتذكر شيء. هو أيوة. منها أيوة. ما يتعلق بالعلم، لأني أيوة. توقفت في مدينة أيوة. في مدينة السيغو. أيوة. ووجدت فيها ومدينة السيغو هذه فيها أقاربي من جهة أمي. نعم. يا بعض الأقارب من جهة أمي. نعم. فلما نزلت في سيغو هذه عند بعض هؤلاء الأقارب قالوا لي عندنا شيخ أو عندنا عالم كما قالوا صاحب مدرسة. نعم. قديمة لعلك تزوره. زره لأنهم رأوني طالب علم وأنا في طريقي إلى بلدة لطلب العلم. نعم. فقالوا قبل أن تنتقل إلى البلدة التي تريدها زرها هذا الشيخ. نعم. فزرته في بيته واسمه سعد عمر توري. نعم. وكان مدير مدرسة قديما هذا مدير مدرسة. نعم. هذا الرجل زرته في بيته ثم ذهب بي إلى مدرسته في يوم آخر هكذا. نعم. وفي اليوم الأول أو في اليوم الذي زرنا مدرسته جئت معه من بيته للمدرسة، أمشي معه هكذا إلى أن وصلنا إلى باب المدرسة، فإذا بالطلبة يذهبون إلى حديد أو حديد كذا معلق بشجرة يدقونه، أي هذا الحديد، على أن وقت الدخول قد حان. هذا الجرس المدرسة. ما شاء الله. سبحان الله. طريقة بدائية جدا يعني. كانوا يدقونه، لكن هم كان هذا الحديد فوق. حتى يكون الصوت أعلى إن شاء الله. أيوة. نعم. فكان بعضهم يقول وهذا الحديد معلق بالشجرة. فهم ما يصل يد ما تصل أيديهم إليه. لا بد أن يأخذ بعضهم على
ببعضهم على عاتقه وقدره. لما دخلنا ورأيناه هكذا فإذا بالشيخ نفسه يقول لهؤلاء الشباب الطلبة أنتم لستم بشيء، ما عندكم نشاط. فإذا به هو يتعلق الشجرة مباشرة هكذا. نعم يصعد فوق الشجرة بنفسه ويدق ويدق يعلمه يعلمه الهمة يعني جمعا بين العلم والعمل أولاده. نعم أنا قلت وكان كنت معه قلت ما الله أكبر، هذه ما مما يلفت النظر. أيه صحيح والله صحيح. ليت الشباب أن يسمع يا شيخ النعم التي نحن فيها هنا. يعني شيخنا هذه اللفتة شيخنا لعلها تركت أثرا في قلبك كيف. نعم والله تركت أثرا شيخنا. نعم تركت كيف الشيخ هذا يقوم بنفسه بقرع الجرس هذا هو سبحان الله. ثم دخلنا الفصله. نعم اللي هو كان يعلم دخلنا فصله. نعم. وأجلسني بجنبه. الله سبحان الله. نعم. والطلبة أمامنا كذا. نعم. فكان اتفق أن كان يشرح كتابا اسمه عظة الناشئين لمصطفى الغلايني البيروتي. نعم. عظة الناشئين كانوا في الأخلاق وكذا حسب. فكان يشرح في هذا الكتاب، يشرح موضوعا في هذا الكتاب، وكان موضوع الشرح لهذا الكتاب الموضوع الذي كان يشرحه في الكتاب العدل. نعم العدل يا سلام ما شاء الله هكذا وافق ما أدري. نعم. العدل فيشرحه لهم. شوف طريقته في الشرح يأتي بالأسلوب العربي أو بالكلام العربي ثم يشرحه إما بالعربية أو باللغة المحلية. فما كان واضحا. نعم. بالعربية يقرأوا هكذا لأنهم يعرفونه. نعم. متقدمون قليلا هؤلاء الطلبة. نعم. ما شاء الله. وإذا وجد في الكلام كلمة فيه غرابة أو كلمة عربية يحتاج إلى بيان بلغتهم يشرحه بتلك اللغة حتى يفهم. ومن ذلك ما يلفت النظر أيضا أنه عند شرحه لهذا الموضوع وصل إلى عبارة، هذه العبارة هي ما أزال أحفظها ما شاء الله. ما شاء الله. قال هذا الرجل المؤلف هذا مصطفى اجعلوا العدل شعاركم. أيوة. ارجع إلى هذا الكتاب من كان يجد هذا اجعلوا العدل شعاركم. نعم. اجعلوا العدل هذا معناه يعرفونه. نعم. نعم. أما شعاركم فهذه كلمة غريبة لغوية. نعم. ففسره بلغتهم فقال اجعلوا العدل فركنينكم. 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 نعم. معنى شعاركم هو فركنينكم باللغة المحلية. لكن أنت هذا الوقت يا شيخ تعرف اللغة العربية. نعم أعرف أنا على درجة على كلها أعرف معرفة ما على كلها. معرفة ما. حسب ما وجدته أنا كل الحمد لله. عندما كنت تدرس الكتب في أي نعم نعم في بوركينا هو اللي أقول لك كنت عارف العربية. نعم لكن إلى درجة على كل إلى درجة هو يعني. الآن يقول لك يعرف العربية التي كانت هي ابتدائية. ابتدائية. لازال الآن العربية الجاية. لازال. لكن تفهم الكلام. نعم نعم نعم. وهكذا. ثم مررت بعد يوم أو كم يوم مررت من هذه تجاوزت هذه البلدة إلى البلدة التي فيها الشيخ الذي كنت أقصده. نعم. طيب الآن بسيارة.